المرسلين سيدي مدير التربية لولاية مسقالم، السيد محافظ الشرطة لدائرة مازرة، السادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأخص بالتلبسي فقيوس رئيس بلدية مازرة، والسادة رؤساء البلديات لدائرة مازرة منصورة عين سيدي شريف والطوهرية، السادة المؤطرين اللي جونا من جميع الدوائر الولاية العشر، السادة الحضور أبناء التلاميذ والتلميذات المشاركين في هذه المسابقة، يعني أحييكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضورنا هذا السباق الولائي على مستوى ولاية مسقالم. إذا نيابة عن السيد والي ولاية مسقالم والسلطات الولائية لولاية مسقالم، أرحب بكم جميعا بمقر دائرة مازرة، متمنيا لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله، متمنيا أيضا أن تكون هناك مشاركة فعالة، وأيضا باش تنتقلوا من السباق الولائي إلى السباق الجهوي ومن ثم إلى السباق الوطني. مرة أخرى أشكر جميع المنظمين على تنظيمهم لهذا الحفل الخاص بالسباق المدرسي الولائي على ولاية مسقالم، وأشكرهم على تعيينهم لدائرة مازرة، يعني مرحبا بكم مرة أخرى بحضوركم على مستوى دائرة مازرة، كما أشكر السيد مدير التربية على حضوره، أيضا ما ننساش أيضا فصائل الأمن بصفة عامة، قائد الدرك الوطني لبلدية مازرة وأيضا لبلديات الأخرى بلدية منصورة وبلدية سيرة. إذا مرة أخرى أشكركم على الحضور وشكرا، وأحيل الكلمة للمنصب حتى بناتي أبنائي زميلاتي وزملائي المؤطرين، السيدي رئيس دائرة مازرة، السادة السلطات الأمنية من أمن ودرك، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء ونحن نحتفل اليوم بإحياء ذكرى الثورة المجيدة، ثورة أول نوفمبر، بهذه التظاهرة الرياضية التي حضرها جميع تلاميذ وتلميذات الدوائر العشر. يسعدني كثيرا تواجدي أمامهم اليوم لإعلان إشارة انطلاق هذه التظاهرة التي لها وقع كبير من خلال تخليد ثورتنا المجيدة وشهدائنا الأبرار، فأعلن رسميا عن هذه الانطلاقة وشكرا.
السباق الرياضي المدرسي الولائي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يعني حاجه اللي تفرح يعني ابراهيم ويشوف الاولاد ياك فرحانين يعني بهذه المناسبه. يعني ونشكر المنظمين ونشكر مديريه الشباب والرياضه على تنظيم هذا السباق المدرسي، وخصوصا يعني مع العيد الوطني 64 اللي يعني لاندلاع الثوره، يعني اللي من خلالها يعني الجزائر ضحت يعني بأعز أبنائها. واليوم حنا نعمل في الكرامة وفي الرفاهية والحمد لله يا ربي، ويعني ونشكر كاع المشاركين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. عايبيش حانا محافظة الجلالي بلدية مصر. المرتبة اللي حصلت عليها بنتي المرتبة الأولى. كيف كان السباق نتاع اليوم، هذا السباق الولائي، كيفاش شفتيه اليوم انتي؟ كان مليح. ايوا تشجعت على الأساتذة، خاصة الأستاذ تاعي بنطية قاسم. ايوا تشجع الأساتذة الأوائل. وكيف كان المضمار، كيف شفتي المضمار اليوم انت؟ المضمار كان مليح. الجمهور حضور جمهور كريم بالاضافه الى التشجيع، كانت منافسه شيقه. والطموحات نتاعك هي مستقبلا واش راكي متمنية؟ صفاتي اني نكمل في هذا المجال الابعد حد زعما كحلم ان شاء الله. معني بمعنى حصلت على المرتبه الاولى والثانيه تسجلنا على الاولياء ذلك، فان شاء الله نكمل في هذا المجال. موافقه بنتي؟ ان شاء الله. موافقه. شكرا جزيلا. شكرا.
صراحه مرحبا بك خويا على قناه رستم. واش تقول لنا بالنهار المبارك هذا اليوم بلديه ودائره مسرى راهي محتضنه هذا الحفل المدرسي الولائي فيما يخص التنظيم وكذا؟ رانا شايفينكم كما الساعات الاولى راكم واقفين هنايا، واش تعطينا الحوصله نتاع التنظيم اللي قامت به دائره مسرى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرك سي رستم على هذه التغطية الإعلامية للسباق المدرسي الذي يقيم بدائرة مسرى وتحديدا بلدية مسرى. ليكون في علمكم بلي هذا السباق المدرسي هو مرحلة ولائية يقيم بدائرة مسرى، وسيقام السباق الجهوي على مستوى ولاية وهران ثم السباق الوطني. كما راكم تشوفوا احنا كسلطات محليه، رئيس دائره، رئيس بلديه، مصالح الامن، مصالح الدرك، الحمايه المدنيه، مصالح الصحه الجواريه، المشاركين المؤطرين كلهم شاركوا في هذا السباق لانجاحه، والذي تم تقسيمه على ثلاث فرق اللي هي براعم واصغر واشبال. وكما تشاهدون ان المشاركه كانت قويه، قدر العدد بحوالي 800 مشارك في مختلف بلديات الولايه، يعني مشاركه كليه ل 32 بلديه على مستوى دائره مسرى. كما نهنئ متوسطه كتروسي التي تحصلت على مشاركه جيده والتي على اثرها اخذت كاس. ربي يبارك ليه. وين نتاع سي بودراف تواتي، يعني مدير ايه تواتي التي مديرها سي بودراف تواتي. ما شاء الله كتروسي. ما شاء الله ما شاء الله. كما نشكر المؤطرين لا سيما مندوب الرابطه الولائيه للسباق المدرسي او الرياضه المدرسيه، لا سيما مندوب الطائره اللي هو منات الشرف، وكذا المرافقين له، يعني ما من مديرة التربية راني شفنا كان السيد المدير هنا تاع التربية كذلك، يعني مندوب مديرية الشباب والرياضة ثاني كان مشرفكم هنا. يعني كيف كان التنسيق بين المسؤولين هذه معكم انتم كدائرة؟ التنسيق تم عن طريق عقاد اجتماعين على مستوى الدائرة. الأول يوم 25 أكتوبر 2018 على مستوى الدائرة، والثاني كان يوم 28 أكتوبر. صح. 28 أكتوبر على مستوى الدائرة لوضع الرتوشات الأخيرة على هذا التنظيم السباق المدرسي. يعني والرسالة الأخيرة اللي تقدر توجدها سي مصطفى لهذو الشابات والشباب نتاعنا ولاد الجزائر، واش تقول لهم أنت كمسؤول يعني في الدائرة تنسق؟ نطلب من كل المتمدرسين يعني المشاركة في هذا السباق، باعتبار أن الرياضة كما تقول الحكمة الجسم السليم في العقل السليم، العقل السليم في الجسم السليم. ونطلب من لا سيما سكان بلدية الدائرة لمسرى، سكان بلدية دائرة مسرى، المشاركة بقوة في اللقاءات القادمة إن شاء الله، وذلك للنيل على شهادات وميداليات شرفية يعني تشرف الدائرة تاعنا، الدائرة وسكانها. بارك الله فيك. وشكرا قناة رستم على هذه التغطية لا سيما رشيد نسلي. بارك الله فيك. في كل تظاهرات رياضية سجلنا بلي الحضور تاعك ايجابي. هذا واجب تاعنا. إيه. بارك الله فيك. شكرا للجميع. شكرا جزيلا سي مصطفى. المجالس الشعبية البلدية من بلدية مسرى عين سيد شريف طهرية ومنصورة، كذلك الأساتذة، كذلك رجال الأمن، كذلك الجمعيات، كلها الناشطة في المجتمع المدني من الإخوة الحضور أساتذة. نشكر أبنائنا العدائين على المجهودات اللي بذلوها في المشاركة في هذا العرس، عرس السباق المدرسي، سباق المجلس الشعبي لبلدية مسرى. سائقي الحافلات ما عندهم نقطة سوداء اللي ما حبوش يدونا التلاميذ للمضامير، وهذه نقطة راح تسجل على كل ضمير كل واحد. إذا نعود كذلك نقوم بالشكر لجميع الأساتذة وجميع المشاركين وجميع الإطارات وجميع الهيئات من أمن وجمعيات ناشطة، جمعيات محلية، وبالأخص تلاميذنا
اللي عاونونا ان شاء الله وشاركونا في هذا السباقات وكانوا ان شاء الله طيبين. اذا في انتظار النتائج لما اخرى قبل ما نعلن النتائج، لننتظر النتائج الفرديه لهذه الاخيره لهذه الفئه فئه الاشبال ذكور. على جميع الاساتذه من فضلكم، كل جميع الاساتذه يتحقون من ركوب ابنائنا في الحافلات. راح ما نخلو حتى تلميذ هنايا الا ويوصل بيته ان شاء الله. الأولى يعني الشيخ ستوف عيسى، الشيخ حمزة ستوف عيسى اللي أعطانا تدريبات وتدريبات وش تقول على المضمار؟ كيف شفت المضمار تاع السباق اليوم تاعك؟ أنا عجبني المضمار سيرتي الطلعة هذيك اللي كانت شوية صعوبات يعني فيها صعوبات، مي احتليت المرتبة الأولى ان شاء الله في الجهوي في ولايه الغرب. والرساله يا ولدي انت يا واش تقولها للشباب اللي في الصنف نتاعك؟ واش تقول لهم بالنسبه للرياضه؟ واش تقول لهم ممارسه الرياضه؟ لان الرياضه حاجه مليحه لصحه الانسان ومفيده خارج لها. الف مبروك. سلم. بارك الله. مبروك عليكم. مبروك عليكم. انا شوفي الله يبارك الله يبارك شفتوا.